كيبقاي شاب مجيد شويه يا خويا قولي ما بغاو يقطعوها لك ما بغاو يخليوها لك ما بغاو يكالميوها لك ما والو داك الشيء امر الله يا ولدي داك الشيء اللي قالك العروق بوشين ما تلو دير معايا والو شحال من سبيطار مشيتي ليه قول 4 سبيطارات حتى حد معقل عليك كل واحد كيصيفط لواحد والرجيله باقي هي الرجيله باقي عاديه كيف العاده كيف باقا راه هي هي شحال الوقت وصل لك بحال هكا بمجيد دابا واش غتقول دابا جي هادي 4 شهور دابا هادو شي الريحه راه هادي 4 شهور دابا باش نبدا عندي الصفه الايسر ديال الرجل الصغيره هاد الايسريه مشاهدي في قناه شعب قناه شوف تفاهم مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه محمديه القصه اللي غتسمعوا اليوم من بين اغرب القصص اللي ممكن يصراو لشي واحد مع العائله ديالو القصه اللي غتسمعوا اليوم من بين اكثر القصص مؤثره با مجيد راجل بحالو بحال جميع الناس كان عايش حياته الحمل ديالو انه في امل ديالو في هذه الحياه انه يوكل عائلته ويوكل مراته ويعيشها بحال بحال جميع الناس شاءت الاقدار با مجيد مرض با مجيد خماشت ليه رجلو با مجيد رجلو ولات خانزه ولات كتعطي الريحه با مجيد مسكين عطى وجهو للطبيب باش غيداويه مشى المولاي عبد الله قالوا لي ما عندنا ما غنديروا لك با مجيد مشى لكازا باش يتعالج تا هما قالوا لي ما عندنا ما غادي نديروا لك با مجيد رجلو ولات خامشة والحالة ديال رجلو ها انتوما رجل ديال با مجيد خلاها تبان ها انتوما الاخوة رجل با مجيد هادي هي رجلة ديال با مجيد والجحيم اللي كيعيش با مجيد سي مجيد السلام عليكم سلام خويا عاود ليا من الاول با مجيد كيفاش توقع لهاد الرجيلة هادي وهاد الرجيلة ولدي 4 شهور دابا شوق عليها واحد كان عندي واحد الصبع صغير بس الصبع اللي في جلبو ديال رجل ايسرية نعطت لي واحد الحبيبة غير صغيرة حتى كتاكل هاديك الحبيبة حتى لا كنحكها كتحك شويات كتكحال يوم على يوم تكحل لي الصبع الصغير كامل مشيت للسبيطار قلت لي ودي دابا راه الحالات وتشوف فيها كيفاش عار الصبية الصغيرة راه تكالف شق يقدر لي السكالير دير لي السكالير عرفو واش عندك السكر يعرفو واش عندك مشيت درت السكالير خرو لي السكالير قالو لي ودي راه ما عندكش السكر عندك تبدي واقله فاصله تبدي واقله فاصله صفر انا جا مريض في السكر انا ما مريضش في السكر اي خزال لقيتي عندك عادي لقيتو عندو عادي واخا بمجي تكمل ليا شويه قالوا لي واش غدير دابا انت غادي تشوف الطبيب ديال العظام مشيت للطبيب ديال العظام قال لي ودرا العظام ما بقيوش ما والو مزيان قال لي غادي واش غدير دوكا غتمشي غدير لي التلفاز بالحزام والتحت غدير لي التلفاز مشيت انا واحد السيد درت عندو التلفاز ب 1000 درهم درت عندو التلفاز خرج لي النتيجه ملي جيت تالي بقولك غادي تمشي للطبيب ديال فيريزكو غادي تمشي للطبيب ديال فيريزكو عاد الطبيب ديال العروق مشيت لعندو حتى هو شديت راديفو شي 15 يوم عاد وصل لي راديفو 15 يوم وانت كتسنى على قبل الراديو ورجلك بهاد الحالة هادي ابو مجيد هاك الساعة باقا الشفا الصغيرة هاك الساعة كمل لي يا سي مجيد المهم بقيت كنتسنى حيت كنخرجو السيفير خرجت السيفير شديت وقت بعد 12 يوم 11 يوم ما قدرت تقول لي بحال هكا 15 بحال هكا المهم بقيت كنتسنى حتى جاني تمشي لعندو المهم اتصل بيه هاك غادي يدير لي دابا ليرين دير لي التلفازه الكبيره تشدك كامل تعرف واش عندك مشيت هو درتها درت هذاك ليرين خرج لي ليرين صافي ما خرج لي ليرين ولد عندك العروق بوشين قاش عندك شي حاجه العروق ديال القلب العروق ديال الرجلين العروق ماشي باش تاخذ دابا الحل عاد واحد كيصيفط لواحد سير عند هذا كتقول له درنا بلا حتى مشيت عند هذا وشدي شادي واش تايت قلت له اش غاديري يا الله سيدي الشر قلت تيدير الله ما دار انا دابا راه قلت تيفرط علي الله ولكن ابو مجيد دابا كنشوف رجلك يعني ولات خامجه ولا خشافك رجل الله يرحم الوالدين دابا كنشوف الرجل خامجه ابو مجيد الريحه كتعطيها مجهده يعني راه حنا دابا ما قدرناش نسمو هذه الريحه هذه انت كيفاش عايش بهذه الرجيله ابو مجيد دابا شي رجل اخرى تبدات شي رجل اخرى تا هي تا
اشبادي دابا اش غادي ديروا؟ شنو الحل؟ الحل اللي عندنا هو هنا طلبوا الله الشفاء من عندو. ولكن دابا هذا السبيطار انا كنعرف مستشفى خاصك مراتي غتمشي تعالج رجلك خمجاج مشاو يقطعوها. اما باش يقول لك سير ما عندنا ما غادي نديروا لك وعاد من غتمشي. احنا ولدي الله والو الله هو حاول شي قلب شي سبيطار اخر مشي جي شي كلينيك شي مستشفى خاص اش درتي ابو انا راك قلت لي عندي الفلوس راه مشي للكلينيك ولكن انا ما عنديش الغالب الله انا عندي راميد راميد وتحيدات هذا راميد باش قلت كتمشى هذا راه ما كانش عندي الفلوس كنت غادي برامي فاش كنتي خدام ابو مجيد كنت خدام في الفلي 40 عام ولا في تبلس كانت مولا الدار ما كتخدمش كنتي جامع شي فلوس جامع شي حاجه ولا والو وكنت يلاه نستغل ديك 1400 ولا 2600 ولا 2000 ريال خدم دار 1200 خدم كتجي يلاه ما حيتك ما حيتك لو 4000 فلوس والبرا وانا وزيد وزيد فقاد داريش يلاه شد الكنزه واحد في الكنزه لقى راسي الله 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 غالب ودابا بيني وبينك ابو مجيد نعم خويا دابا انت ملي تعطل شي وشدي شي الارض اش غتاكل اش غتشرب باش غتوكل وليداتك باش غتصوب رجيلتك قول لي كيغدي لها ابو مجيد انا دابا اش غنقول كنترجى الله اش غنقول بعد ما خرجت انا مولا الدار جيب ديك طريف الخبز وصافي انا قلت انا تشوف فيها يعني ملي طحتي لقيتي مرتك اللي هزاتها انا البرا هزتني حيت البرا ما كانتش خدامه انا البرا كنت صحيحه انا ما كانتش تخدم لي دوزات ريح قابلة الدراري قابلة هذي وريح يعني مرتك ملي مرات تابو مجيد ما قداش مسات تسمح في كلات الوحدة مسكينة هي خرجت قالت راس تجيب لك شي قصة بلا صير علينا دابا حنا كاين 18 سنة هاد الموحدة اخوان الله يرحم الوالدين كنتمناو انكم تبارطاجيو هاد اللايف هذا ونتعاونوا مع بو مجيد باش ان شاء الله ما يجي في نسالي هاد اللايف يتصل بينا شي واحد على الاقل هذه رساله بغينا نوصلوا لوزير الصحه فكنتمناو منكم مشاهدينا الكرام انكم تبارطاجيو هاد اللايف على اوسع نطاق باش ان الرساله توصل لوزاره الصحه راه ما يمكنش ان السيد مريض الاخوان رجلو غادي تقطع ليه ريحه رجلو خارزه كيف ما كنقولوا حنا الاخوان وملي غيمشي على الطبيب غيقول لي سير ما عندنا ما نديروا لك الا بغيتي تجي تنعس مرحبا بك واش هو داخل السبيطار ولا داخل الاوطيل راح حشومه وعيب وعار الاخوان راح حشومه وعيب وعار اننا في 2024 باقي كنشوفوا واحد رجلو غادي تقطع الاخوان ها انتم كما غتشوفوا رجلو غتقطع ملي غتمشي عندو كيقول لي سير ما عندنا ما غنديروا ليها واش غيدير لها هو سي مجيد مرتك قلت لي فاش خدام ها مرتك فاش خدام مرتك خدامه في ديال الفيلاج كتعاون العيالات حيت هذا شي وحده شحال كدخل تقريبا هاد البوليس خدمنا لها شي محل خدمنا لها شي بار غمات خدمنا شحال كدخل هاد المرة هذا الشيء بجد واش غنقول لك تقريبا واحد 10000 و8000 كتجي في السيمانة اي واخا سي بجد هاد 10000 هادي تاكل منها تشرب منها تصير منها تداوي بها رجلك اش دايرها بو مجيد كتركب منها كل سمنه كتركب حتى هي ب 4000 درهم يعني 10000 ما دايرها والو كتركب منها كيف طويل كيف طويل كيف طاكسي كيف طاكسية هاي هاي بنتها وكي غدير ابو مجيد هاد المرأة هادي يعني ما حيلتها تقابلك انت ما حيلتها تخرج تخدم تجيب الفلوس ما حيلتها تقابل ولادها صغار ما حيلتها كون خدامة ترفع هي ما تسيبش في مانانا اختي واحد دقيقة عافاك اش واقع على هاد السيد اختي خويا هاد السيد ما بغاو يديروا معاه حتى شي حل هاد السيد جميع البيبان اللي نقدروا ندقوا فيهم دقيناهم ديناه للسبيطار في الاول ديال المحمديه قال لك المهم عطاونا درنا شي تحاليل درنا التحاليل درنا داكشي كامل اللي خاصو يدار ملي وصلنا لانه خاصو يدخل ديك الساعه باقي يلاه الصبع يلاه الصبع الصغير ديال الرجل ملي وصلنا لانه صافي خاصو يقطع جا الطبيب عنده هبط عنده قال لي شوف خاصك الطبيب ديال العروق غتمشي تشوف الطبيب ديال العروق حيت انا ما يمكنش ليا ندير لك العمليه انت ما عندكش السكر هزيناه دينا هذيك الساعه في لومبيلونس دينا الموريزكو ايماجيني معايا قسما بالله الطبيبه ديال العروق جات عنده وحده قلبت ليه رجله هكا بصباعها هكا في برا في ليورجونس برا ماشي دخلها يعني دارت لا راديو لا والو جات قلبها والو ما كاينه حتى شي حاجه حطات غير يدها هكا قالت لي ما كاينينش الدقات ديال القلب في العرق ديال الرجل غادي تديوه غديروا ليه واحد الدوبلر هذه بلاصه الناطاش بلا والو جات وعرفات شنو عنده بلا حتى شي حاجه قلنا حنا ربما واقيلا من داك النبض اللي كيكون في العرق ولا المهم ما عطاتناش وقت من الاخر ما عطاتناش وقت قالت لي غتمشيو ديروا لي دوبلر دينا السيد درنا ليه دوبلر ب 1000 درهم رديناه ليهم وهي تقول لي
شوفي دابا راه خصو يشوف واحد البروفيسور اللي كبر مني انا، انا ما يمكنش ليا غنقول. ومن الاول دوز لينا عند البروفيسور بلا ما تبقاي زعما، حيت هذيك الساعه راه السيد كتاغراف الحاله ديال رجله. يعني دافر مليا اللي قالت لكم شنو عند ما عرفتش صراحه الله ما عرفتش. مهم ولكن اسمحي لي غنقاطعك اختي، انا كنعرف واحد رجلو رينا كثر رجلينا باش الناس سامو يعرفوا، انا كنعرف واحد رجلو خامجه غنشوفو غنقول لك حبس ندير ليه الراديو. واش هذه حطت يدك قالك شي فاش وقع راه باقي السيد كنقول لك غير في الصبع، يعني راه كنت تعتق هذيك الساعه ما كانش غادي توصل لهذا الشيء كامل. يعني قطع صبع غير صبع كون غير صبع ولا يتكرر ديك الساعه كان غير كون غير تكرر كون غير تكرر الصبع ما غيوصلش لهذه الحاله. ما علينا رجعونا من تمايا للطبيب ديال العروق قال لك اودي خصكم ديروا لي واحد سكانير، ديناه بحال هكاك بالريحه بالصبع خامج بكل شيء دخلناه، ويقول لنا هذاك اللي تما غادي تمشيو تاخذوا رونديفو. بديت انا كنبكي قلت له شوف واش السيد كيموت الله يرحم ليك الوالدين عنده العروق مبوشين غير دير معنا شي حل الله يرحم ليك الوالدين. قال لي انا ما عندي ما ندير لك، راه كاينين الناس ما كثر منه كيتسناو. لا لا هذا داك اللي كاين داخل اللي كتسول البلاصه فين زعما كيدخلوك للسكانير ولا كيف ما كنقولوا. اه لا ريسبسيون فلاكوي. خرجنا حنايا من تما مشينا للسيبر، مهم شد رونديفو دار السكانير ديالو رجعنا لهم. ولكن دابا غير بيني وبينك اختي واش هذا باش ما نقولوش شي حاجه اللي كتضحك شي حاجه ديالك. لا بلاتي اختي انا غندوز لهذا الشيء. هادشي وليد رجل عاوتاني تبحي لنا عذبناك معانا ماشي مشكل. دابا بالله عليكم الاخوان واش هاد الرجل ديال الرونديفو دابا هاد الرجل غتسنى 15 يوم يموت مولاه الحبان راه والله حتى العظم بين. كملي لي يا اختي من بعد صافي خويا درنا ليه سكانير قالوا لينا غادي يشوف عاوتاني خاص لي يقراه. ملي درنا سكانير قالك خاص لي يقراه ايوا هادي اللي غتقرا قالك غتسناو 21 يوم. يعني سكانير خرج جبناه في يدينا وتسناو 21 يوم حتى تجي الطبيب قال لك خاص لي يقرا لي الراجل غير اللي غدير لا ليكتور ديال الغابور ديال السكانير 21 يوم كنتسناو فيها. يعني كون غير ديك الساعه دارت شي حاجه هاد السيده هاد السيد ربما كان بين يديها انها تعتقو راه الاعمار بيد الله. دابا باش تكونوا فاهمين اختي دابا واش هاد السبيطار هذا والسبيطار مولاي عبد الله لا هذا ديال موريزكو يعني صافي مولاي عبد الله ديك الساعه حنا خرجنا من عنده. ولكن راه السبيطار اش كيدير موريزكو كيفاش ان موريزكو طبيب قال لك جيبي لي تسناو حتى تجي وحده. ما كايناش اللي كتقرا قال لك ما كايناش اللي كتقرا السكانير زياده على التعامل تما السيد انا كاينه معاه قال لنا غيدخل واحد السيد ما قادرش يوقف انا هزاه معكزه عليا ولا في السكانير كيقول لي اختي ديه ليها الله يرحم لك الوالدين. كنقول يا خويا راه ما قادرش يوقف راه غنطيح انا وياه. علاش حيت رجلو خانزه زعما ما عرفتش ديه ليها. قلت له الله يرحم لك الوالدين انا راه ما نقدرش راه غير معكزه عليا راه غنطيح انا وياه. قال لي لا حطيت الكرسي باش نحطو يجلس. قال لي لا زيد ديه ليه ما تخليهش ليا انا. هزيتو هكاك ديتو دوز له سكانير غير باش من انا نلبس ليه تقاشرو. قال لي ما تجلسيش انا الله يرحم لك الوالدين سيري لاصال ليه سيري لهي عاد لبسي واخا مشينا لاصال اخرى عكزتو عليا واش راه طبيب ولا سيكوريتي ولا شنو. شوف خويا كلشي لابس طابليه بيضاء ما كتعرف ما بين سيكوريتي من طبيب من الفرملي ما كتعرف حتى شي حاجه. خلاصه القول جبنا السيد جبنا سكانير تسنينا 21 يوم باش يتقرا السكانير. بالله عليك هذا رابور يعني غيقدر يقراه اي طبيب هذا يقدر يقراه اي طبيب اي سي سي في اللي هو كارديو شيرورجيان فاسكولير غيقدر يقراه غير يقدر يقراه. لا 21 يوم تجي اللي غادي تقراه كاينه كونجي ما علينا جبنا السيد ولكن كونجي راه غيكون غيشونجيها والو. تخيل حتى لي سوان حتى لي سوان كنقول اختي الله يرحمك الوالدين ندخلوه ليرجونس غير كرطوا ليه شويه وديروا ليه شي حاجه. كتقول لي احنا بحال هادشي ما كنشدوش ما مكلفينش به جبنا لا اجرك تما تهضر يا خويا قال لي راه كديه قال لي ما بغاوش يشدو هذا لومبيرونس ما بغاش يشد. قال لك واش احنا مدخلينو بلومبيرونس ما بغاوش يشدو. والسيد كيمشي كيبقى مريح في القهوه لان ما قادرش يريح كنحطوه في كرسي في القهوه وكندخلو حنا كنجريو. ولكن واش هذا الرجل كتدخل القهوه اختي امين الاخوان بيني وبينك كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف. واش هذا الرجل ديال تجلس في القهوه بيناتنا الاخوان دخلنا خويا دينا. مهم النهار اللي قالوا لنا جيبوا نقراو فيه سكانير دينا ليهم باش يقراو سكانير. قالوا لنا غدوزوا عند واحد الطبيبه اخرى من غير اللي عطاك سكانير غادي تعطاك الخلاصه ديال كل شيء. دخلت عندها قلت لها انت فوالا دكتور الله يرحم لك الوالدين شوفي من حاله هذا السيد احنا صافي راه حالتنا نفسيه مرضنا بزاف. قلت لها شوفي من حاله هذا السيد راه هذا السيد راه كيموت راه ولادو صغار هذا الشيء راه كي راه عنده عواقب على الحاله النفسيه راه ولادو ولاو كيجيو عندنا للدار كيبداو يبكيو كيقول لك حنا خايفين بانا غدا يموت الاعمار بيد الله. ما بقاش كياكل كنجيو عنده ما كيبغيش يجلس كيبقى لداخل في هذا البيت المظلم وسد عليه التلفازه ما باغيش يتفرج فيها. السيد وصل لواحد الحاله ديال الاكتئاب ولا كيقول لك انا عذبت مراتي وعذبت ولادي كون غير مت. يعني بنادم اللي كتقول لك كانت المراه لاباس عليها ولا عندهم شي فلوس غادي نقولوا هذه عايشين في كراج اختي عايشين في كراج عايشين ما عندهم حتى شي حاجه كانوا ساكنين في اكثر من هكا راه غير تتحولوا دابا شويه عاد باش ترقعت الحاله شويه مني كراو هنايا. اما راه كانوا ساكنين في واحد القنت راه باينين غير بالعواد والقصدير
المهم خلاصه القول اخويا ملي دينا لي هويه تقول لي شوفي هذا السيد قالت لي خاصه واحد ها انت هذا الشيء اللي كيبان لك ديال النقاطي كلهم عروقه مبوشين يعني هادو عروقه مبوشين هذا الشيء كلهم بوشي. ملي دخلت عندها قلت لها دكتور الله يرحم لك الوالدين السيد شنو عنده قالت لي عنده العرق ديال القلب اللي جهه الكلاوي مبوشي خاصو عمليه قلت لها دكتور الله يرحم لك الوالدين الا كانت هذه العمليه كدير حنا نعيطوا على الصحافه نشدوا المحسنين عطى الله احباب الخير قالت لي شوفي انا باش نجيك من الاخر هذه العمليه ما غتنجحش لي ديو السيد لدارو وقول لها العالم الغيب والله الله اللي كيعلم قالت لي ديو السيد لدارو خرجنا من حنا من تما كانت باكاو صافي جينا ملي جينا عاودنا قلنا زعما على الاقل يديروا ليه غير القطيع على الاقل ياك نتوما قلتوا العرق ديال القلب مبوش يقطعوا ليه غير جلو حنا ما بغينا حتى شي حاجه السيد راه يومين كيشم هذه الريحه راه مرض التنفس ديالو ولا لا احنا دابا شمينا الريحه راه ما كيديرش القهوه دابا دابا خويا راه غير حيت المنطه راه شين عليها العود ديال سانيكر واو ومبدلين المنطه ومبدلين اما الا كانت المنطه ضال فيها النهار كامل راه ما تقدرش تدخل للدار وعنده وليدات صغار يعني وليدات صغار هذا الشيء راه كي راه كيرجع عليهم وغيرجع حنا من هذا الشيء كامل كناشدوا الناس المحسنين اللي عزيز عليهم الخير انهم يشوفوا في الحال هذا السيد يديروا معاه شي تاويل ديال الخير يشوفوا ليه شي كلينيك اللي عندهم البلوك اللي غيقدروا يقطعوا ليه هذا الشيء من دوزوا للناس المحسنين اخشي واش في نظرك هاد الاطباء ما كيخافوش الله واش مابقاش قلوبهم الرحمه واش كون كان باه اللي فهاد رجلو هاد الحاله هادي غيقول لك ما عندي ما ندير ليه باه هذا راه شوف هذاك باه هذا مواطن ما عندوش درويش هذا مواطن درويش كان خدام مياوم كيخدم نهار بنهار وكيجيب ديك 100 درهم ولا 90 درهم ولا 80 درهم هذا عنده الله حتى من رميد اللي كان نافع الناس راهم حيدوه حتى من داك رميد اللي كان نافع الناس راهم حيدوه نهار اللي بغينا نديروا ليه سكانر قال لك اسيدي تخلص 80000 ريال منين غنجيبوا ليه حنا 80000 ريال شنو الحاله هادو كانت عنده 80000 ريال ما يمرضش وكون عنده الفلوس اخويا هذا من الاول كنا غنديوه للكلينيك ويقطعوا ليه الصبع ما كانش غيوصل لهذ الحاله ولكن اخويا راه العين بصيره واليد قصيره المسؤولين بعدا هما الاولين علاش المحسنين المسؤولين وزير الصحه الله يرحم لك الوالدين الا كنتي كتشوف هذا اللايف وحنا عارفين بانكم متبعين وكتشوفوا السوشيال ميديا وكتطلعوا على الفيديوهات دير راسك هذا في بلاصه باك ديرو في بلاصه امك ديرو في بلاصه خوك السيد راه كيموت يوميا السيد راه رجلو خنازت راه كيقول لك كنحس بشي حاجه كتحرك لداخل ربما تقدر تدود ربما الرجل الاخرى حتى هي مشات بقاو فيه غير العظام راه الا وريتك دابا السروال اللي لابس رجليه بقاو فيه غير العظام ما تياكلش نهائيا الموت البطيء هذا تيموت هاد السيد تيموت نهار على نهار نهار على نهار تيموت حنا مابقيناش قادرين نجيو نشوفو فيه حيت مرضنا نفسيا ملي كتجي كتشوف واحد السيد رجلو خامجه والسبيطار كيقول لك ديو تيموت كيفاش ديه يموت شنو هي ديه يموت حيت مواطن قال لك ديه تيموت ديه السيد لدارو حتى يموت علاش حيت هذا ما عندوش شي كنيه حيت هاد السيد هذا ما عندوش شي درسه كيف ما كنقولوا حيت هذا مواطن راه اليوم عليا وغدا عليك وبعد غدا عليك وجاي للمواطنين كاملين اللي ما عندهمش يقدروا يطيحوا في هذه الحاله الله يرحم لكم الوالدين الناس المسؤولين شي طبيب الا كيشوف هذا اللايف ولا شي واحد مسؤول في شي سيرفيس ديال السبيطار الله يرحم لكم الوالدين راه في جهدكم الا بغيتوا تدخلوه للبلوك وديروا ليه العمليه البلوك راه يتعقم من بعد ما تقولوش لا حقه غادي ندخلوه وغيموتوا من وراه الناس هو ماشي جورتوما وهو ماشي فيروس باش يقتل الناس هو بنادم زرع فيه الله الروح حتى نتوما بنادم وزرع فيكم الله الروح ونهار اللي عطيتوا القسم ديال المهنه ديالكم راكم قسمتوا بان اي واحد كيسوفري غادي تحاولوا انكم تعالجوا هاد السيد ديروه باكم خوكم جدكم اي حاجه بغيتوا ديروها شوفوا من حال هاد السيد حنا كناشدوكم من هاد المنبر الا بقى عندكم شي ذره ديال الانسانيه وقفوا مع هاد السيد هذا بالنسبه للناس المسؤولين اما بالنسبه للناس المحسنين الله يرحم لكم الوالدين هاد السيد الا قدرتوا على الاقل وفروا ليه بعدا غير الماطله ديال الناس المرضى لان الحاله دابا غتولي كارثيه مراودو طابو ليه يعني خاصو ماطله الاخوه الله يرحم الوالدين يعني كنتمنوا انكم تعاونوا مع هاد السيد هذا باش غير ماطله شوفوا معنا الحاله اللي عايشه السيد شوف لا شوف رجل شوف العظم اخويا انت شوف رجل شوف شوف رجل الاخوان شوف شتي العظم لصق على اللحم يعني دابا مراودو كندهنوهم ليه غير بيبي سيت ما بقاش عنده كيفاش يدير حتى تخيل معايا دابا هذا ملي غيتفرقعوا عليه مراودو اشنو غيدير اشنو غيدير الا تفرقعوا عليه مراودو كيفاش غيولي هو دابا ما كيقدرش يجلس هو دابا الا جلس رجلو ما قادرش يحطها في الارض يلا ما الله يرحم لكم الوالدين الناس المحسنين حنا عارفين بانكم عزيز عليكم الخير هاد السيد ديروه باكم خوكم اي واحد عزيز عليكم
ديرو في بلاصتو، عنده وليدات. راه تخيل انت عندك 11 عام ولا 12 عام وكتشوف باك يوميا، رجلو خانزه، كتشوف باك يوميا خايفو ليه صباح ميت، ولادو ما بقاوش قادرين يدخلوا عنده. الله يرحم لكم الوالدين. حنا عارفين بانه كاينين الناس المحسنين والناس اللي ما عندهمش راه عايشين غير مع اخوتهم المحسنين. الله يرحم لكم الوالدين. لما هاد السيد شوفوا من حاله، ديروه خوكم ولا ديروه باكم، وقفوا معاه. السيد راه مبوشي لي عرق ديال القلب، ورجلو راه الاخرى حتى هي تبدات، راه الا مشات حتى تفرقعوا ليه مراودو. راه داروا ديك النهار لايف اخويا وشي وحدين من الصابه هضروا مع مرته، واحد قال لها جي عندي المديونه. مني بدات قالت ليه راه انا كنتسنى خالتي في مديونه، طفى عليها التليفون، بمعنى ان السيد ربما كان باغي يجريسيها ولا ما عرفناش. حنا هاد السيد اللي بغى يعاونو اللي غيدير الاثر ولا قناه. قال لها جي عندي المديونه وجيبي الوراقي. مني وصلت تما قالت لي انا راه كاينه خالتي انا كنتسنى فيها وغنجي عندك، طفى التليفون، بمعنى السيد كان ناوي يدير فيها شي حاجه الله اعلم. حنا هاد السيد دابا بغينا الله يرحم الوالدين، لاي واحد كيشوف هاد اللايف يوقف مع هاد السيد ولو بالدعاء، ولو بالدعاء، ولو بالدعاء، لان هاد السيد راه كيموت نهار على نهار. هاد السيد ولا كيقول لك انا كون غير مت راه اللي انا قلت له ما يموتش ولا هاد الحاله. شنو هي ملي كتوصل براجل انه كيطيح دموعه وكيقول لك كون غامت، ولا في الليل كيعيط على امه ميته كيقول لها امي ديري عندك انا تكرفست، امي انا راه كرفست بنت الناس، امي شي وحدين ولاو كيقولوا ليه وانت بزاف على ريحه، لدرجه حتى الناس اللي كيجيو راه هو مكرهش هاد الريحه، راه مكرهش، راه مريض. السيد راه رجلو ميته، شو بغى رجلو شكون خارج طرف منك ميت وهزو معاك. هاد السيد راه نفسيا جسديا كيعاني، ماديا كيعاني، ولادو كيعانيو، هادشي غادي يرجع على نفسيتهم نهار كيشوفوا باهم كيموت نهار على نهار. الله يرحم لكم الوالدين الا ما ديروا معاه شي تاويل ديال الخير، الناس المسؤولين ولا الناس المحسنين. الله يرحم لكم الوالدين. خلاصه رقم الهاتف اختي، خليك معايا رقم الهاتف اختي، ملي عليا مر التليفون عافاك الاخوان. شي واحد يكتبها في كومونتير الله يرحم الوالدين. وكنتمنى انكم تبارطاجوا هذا اللايف، كنتمناو اننا نبارطاجوا هذا اللايف هذا باش ان الجميع يعني جميع الناس يتعاونوا مع هذا السيد. نديروا با مجيد كبانه، نديروا بكبا مجيد كواحد من العائله ديالنا، نديروا كاب ديالنا. واش هانتوما الاخوان قيدوا الاخوان 06 57 57 34 02 81 نعاودوها الاخوان 07 06 06 بلاتي خويا 06 57 34 02 81 كنتمنى الاخوان انكم تعاونوا مع با مجيد، كنتمنى انكم تعاونوا مع الاقل يقطع هاد الرجيله هادي. با مجيد ما بقاش طامع في الدنيا، با مجيد ما بقاش طامع في طموع الدنيا، با مجيد ما بقاش طامع في فلوس الدنيا، با مجيد طامع في رجل تقطع، با مجيد طامع في هاد العويمات اللي بقاو ليه يعيشوا مع وليداتو تيموت موتة مستورة. وهذه رسالة للناس اللي كيجيو عنده ويطلوا ليه قبل ما تبقاو تقولي ريحة رجلك خانزة هو راه عارفها. إلا كنتي غتجي تقولي كلمة زوينة الله يشافيك وتوقف معاه وتعاونو مرحبا، كنتي غتجي تطلعها عليه فقبل ما تجي تشوف من حالة السيد هذا. إلى هنا مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تافينا كشافي بهذا القدر، على أمل ما تقولي شي حاجة أخويا. هكا أخويا قول. هذه رسالة لجميع الناس ديال الشلالات وعلى الناس ديال الشلالات الأحرار والمحسنين داخل الوطن واخر وخارج الوطن، يتعاونوا مع هذا السيد هذا في هذه العواشر هذه. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. الناس ديال الصفاق ما كرهناكمش، ديروا اليد في اليد وتعاونوا مع هذا السيد في سبيل الله. السيد رمحن ومكرفس لا اله الا الله. تجزئه الصفاق جماعه الشلالات الشطر اف الله يرحم الاخوان، الله يرحم الوالدين. يعني الناس ديال تجزئه الصفاق فاحنا كنعرفوا ناس الشلالات ناس جود الكرام كيتعاونوا، فما نبقاوش نقولوا الحاج اللي كيقلب على الحج ها هو الحج قدام عينيه، اللي بغى يمشي الحج ها هو با مجيد كيتسناكم تعشقوه وتعشقوا وليداتو. احتراما لهاد البنيه المسكينه اللي عندها 12 عام وكتبكي، ما قدرتش نوريها لكم. علاش ما كتبكيش؟ حاج باها مريض، كتبكي حاج باها كيموت. الى هنا مشاهدي قناه شعب، قناه شوف تافينا كشافي بهذا القدر، على امل انا القاكم باش مباشر اخر، وكنتمنى انكم تدعوا مع با مجيد بالشفاء العاجل. شكرا وعلى اللقاء.